السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده جنرال اكزام 15. ماي ليتل براذر ووز انوينج مي. اخويا الصغير كان بيضايقني. سو اي تولد هيم تو كلير نقط. انا طلبت منه اخبرته يعني تو كلير ايه ان هو ينقشع. كلير اوف. كلير اوف ينقشع او يختفي من قدامي يعني يمشي من قدامي. وات اثر برايس. يا له من مفاجأة. تو سي يو ان انا اشوفك. at the airport yesterday في المطار امس. قال له yes I not some friends of انا كنت بودع بعض اصدقائي. يودع يعني see of. طيب وهي جاية هنا اهو was seeing انا كنت بودع was seeing of. طيب ليه ما تنفعش سو؟ لان سو لوحدها معناها رأى. ودع خلاص هو بيقول لك انا كنت بودع. طيب ليه ما ينفعش هاف بين سين؟ لان الجملة ماضي يسترداي وده مضارع مستمر. مضارع تام مستمر ما ينفعش. use to see دي معناها اعتاد على ان هو يودع. designing wide roads تصميم الطرق الواسعة. helps cut down on not accidents بيقلل من الحوادث. the underlined words means كلمة cut down on دي معناها ايه؟ معناها يقلل reduce او decline. decline معناها يرفض او يقلل. if you unhappy لو انت ما انت سعيد at his job في الوظيفة then you could quit تقدر تتركها or tell your boss directly او تخبر الرئيس بتاعك مباشرة. the underlined word express كلمة could اللي هي تقدر دي تدل على الايه؟ تدل على ability ولا possibility يعني مقدرة ولا إمكانية ولا deduction ولا suggestion اقتراح. الراجل هنا هو بيقول له انت تقدر تتركها او تخبر الرئيس. يبقى كده ده اقتراح. بقترح عليه بقول له ايه ما تتركها يا ما تروح تقول للرئيس بتاعك يبقى suggestion. امال انت كانت تبقى ability مقدرة لما قلتلوش اور ما قلتلوش فرض تاني يعني. ومش هقول له يو كود كنت هقول له كان تبقى مقدره لو هو قال لك ايه اي كود انا استطعت. انما يو كود دي تدل على الاقتراح. اي تشينج يبقى في فرق عندي بين اي كود. اي كود دي مقدره ability او possibility امكانيه. انما يو كود دي suggestion اقتراح. اي تشينجد ماي مايند انا غيرت رايي. اند ديسايدد تو جو تو ذا بارتي وصممت ان انا اذهب للحفله. This mean ده معناه ايه؟ I had not a change of heart يعني عندي مزاج متقلب. ماجد had lit hair نقط. She should never have trusted that louse. هي عمرها ما هتصدق هذا الكذاب. طيب lit hair ايه؟ ماجد lit hair ايه؟ let hair down. let hair down ماجد had let hair down. ميد هي had let hair down. طيب يعني هي جعلها هو جعلها ان هي ايه تخفق. تخفق يعني تحس بالكذب اللي هو بيكذبه. she never have trusted that louse. مش هت مش هتثق في تاني. tourist not in Egypt include the pyramids and temples in Luxor and Aswan. يبقى هو بيتكلم على مناطق الجذب السياحي اللي هي attractions. I not early but on Fridays I stay in bed late. طيب هو عايز يقول هنا ايه؟ انا متعود ان انا اصحى مبكرا لكن في ايام الجمعة بصحى متأخر. طيب العادة دي فين؟ العادة دي في المضارع مش في الماضي. طيب use to get up دي تطلع بره لان دي على في الماضي.
يوجوالي جيت اب حذف المضارع، جيت اب يوجوالي، يوجوالي ما بتجيش بعد الفعل، تيجي قبل الفعل، يوجوالي بتيجي بعد فيرب تو بي او قبل اي فعل تاني. طيب وود جيت اب دي حذف الماضي، يبقى يوجوالي جيت اب رقم بي. The teaching profession مهنة التدريس is really نقط هي مهنة ايه؟ It requires great effort هي طبعا مهنة تحدي بقى challenging. Is verb to be بيجي بعد منه adjective صفة بقى challenging. Mark not finish the report today he can do it at the weekend يعني بيقول لك مارك مفيش داعي ان هو ينهي التقرير اليوم، هو يقدر يعمله في نهاية الأسبوع. finish مصدر. طيب لا يجب او مفيش داعي يبقى doesn't have to تنفع و doesn't need to تنفع و needn't تنفع، يبقى A و B و C يعني دي تنفع، يبقى رقم D. patience المرضى receive high doses of radiation المرضى بتسلموا جرعات عالية من الإشعاع during cancer خلاج علاج السرطان تريتمنت. ممكن اشيل تريتمنت واكتب كيور، وانا قلت الحكاية دي قبل كده ان كلمة تريتمنت علاج لكن تريت يعالج، انما كيور معناها علاج او يعالج. هالة is leaving home to get a job in New York تترك البيت علشان تحصل على وظيفة في نيويورك. I think not will make her father sad انا اعتقد ان هي هتخلي ابوها حزين. طيب I think انا اعتقد ان رحلها يعني ايه؟ يعني هير ليفينج ان رحلها ماله ويل ميك ويل ميك، يبقى انا عايز اسم قبل ويل ميك. طيب عايز فاعل شي ليفز ده فاعل وفعل ما تنفعش، شي از ليفينج فاعل وفعل ما تنفعش. طيب هير بينج ليفت كونها متروكه جمله مش مبنيه مجهول. مها نقعد ذا توي ويز هير براذر عايز يقول ان مها بتشارك اللعبة مع اخوها، يبقى شير. زوز باجز هذه الشنط لوك هيفي بتبدو ثقيلة. لوك من الافعال اللي بيجيب عليها صفات زي فيرب تو بي زي سيم زي جيت زي بكم. كان اي جيف يو ا هاند ممكن اساعدك يعني. she not to give him a hand with the bags هي عرفت ان هي تعطي يد المساعدة في الشنط. طيب can I give you دي تدل على العرض، عرض الخدمة يبقى offered. طيب ليه مش اسكت؟ ما اسكت تقول مصدر بس اسكت عايزه مفعول. رقم 15 بيقول لي which is بنكاتوت كوركت مين في دول ترجمتهم صحيح. welcome to our house would you like a cup of tea. طيب a cup of tea يبقى انت عرض، يبقى المفروض تجيب علامة استفهام، ما جبتش جايب نقطة. welcome to our house وبعدين ما حطش نقطة وجاب الـ W small يبقى غلط. welcome to our house حط النقطة وجايب الـ W small يبقى غلط. welcome to our house جايب النقطة وجاب الـ W capital وفي الآخر علامة الاستفهام، يبقى رقم دي هي الصح. 16 which would be the correct linking كلمة ربط for the following sentence in some parts في بعض الأجزاء of the world
The poor are going without food. الناس بتعيش بدون طعام. طيب The rich live in luxury. الأغنياء بيعيشوا في طرف. الزبايت مش نافعة لأن جاي بعدها جملة The rich live. فعل وفعل. طيب إن أديشن مش نافعة لأن احنا عايزين تناقض. طيب إف مش نافعة لأن في سبب ونتيجة، يبقى وايل. يعني بيقول لك بعض الناس فقراء بينما البعض الآخر بيعيش في طرف. Which of the following sentence is correctly structured؟ التركيبة بتاعتهم صحيح. My mother who is usually active doesn't want to go to work today. لما بيجي جملة وفيها ضمير وصل زي هو او which، لما زدت لا بنعمل جملة اعتراضية. لما يكون الجملة دي فيها فعلين بنعمل جملة اعتراضية، نحط كومة قبل ضمير الوصل هو وكومة قبل الفعل التاني اللي في الجملة. يعني هو المفروض يتعمل قبلها كومة، معملش. طيب وفين الفعل التاني؟ قال لك هو از ده الفعل الاولاني. از الفعل الاولاني، الفعل التاني اللي هو doesn't want المفروض يعمل كومة قبلها، معملش. يبقى كده رقم ايه غلط. طب رقم بي قال لك ذات ما بيجيش قبلها كومات، ما بيجيش في الجملة الاعتراضية. اللي بيجي في الجملة الاعتراضية هو وهوم و which. ذات لا، يعني ذات ما بيجيش قبلها كومة. My mother وعمل الكومة who is usually drive doesn't want عمل الكومة التانية to go to work today. طيب يبقى رقم C. طيب رقم D غلط ليه؟ My mother عمل الكومة وقبل الفعل التاني عمل الكومة بس isn't wanting الفعل want ما بيجيش في الاستمرار، يبقى غلط. نيجي بعد كده لأسئلة الترجمة. بيقول لي يلعب البحث العلمي دورة مهمة في اكتشاف علاجات جديدة لمعظم الأمراض والتأكد من أننا نستخدم العلاجات السابقة. في هنا كلمة السابقة. وفي هنا كلمة الحالية. دي أكيد طبعا الحالية بس هنشوفها برضو. والتأكد من أننا نستخدم العلاجات you can ensure that we use existing اللي هي الموجودة، يعني existing يعني موجود، موجود يعني الحالي. والسبب ده يطلع بره. بأفضل الطرق الممكنة. طيب تعال نبص بقى على بي والسي ودي كده. يلعب البحث العلمي دورة مهما في هنا اكتشاف اختراع اكتشاف. اكتشاف ولا اختراع؟ discovering اكتشاف. يبقى انت سيادتك عندك ايه كلمة اختراع تطلع برا. علاجات جديدة لمعظم الامراض والتأكد من اننا فينا نستخدم وفينا نتعامل. طب هي نستخدم ولا نتعامل؟ use نستخدم، يبقى نتعامل تطلع بره. يبقى الإجابة بتاعتي رقم بي.
بيقول لي معظم الناس الذين قاموا بتغيير وظائفهم فعلوا ذلك من أجل زيادة، فينا زيادة 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 تقليل. طيب هي زيادة ولا تقليل؟ قال لك انكريز، يبقى زيادة، يبقى التقليل ده تطلع بره. فتغيير الوظيفة يعد أحيانا أفضل طرق الحصول على مراتب، هنا مراتب وهنا راتب، هنا راتب. قال لك سالري، يبقى راتب، يبقى مراتب دي تطلع بره. فضل عندي بي يو سي، شوفهم تاني. معظم الناس الذين قاموا تغيير، هنا تغيير وهنا بتغيير، يبقى تغيير تطلع بره. انا عايز بتغيير، يبقى رقم سي هي الاجابة الصحيحة. تيروريزم الارهاب is a fierce enemy. نوز، فينا نوز، فينا ذات نوز، ات نوز، ذات نو. طيب احنا بنتكلم على الارهاب في رقم دي، بيقول لي ذات نو، المفروض يقول لي ذات نوز، يبقى انت عايز اس عشان الارهاب ده مفرد، يبقى ذات نو تطلع بره. وعندي بيقول لي ذات نوز وإيت نوز ونوز. نكمل. ناشوناليتي اور ريليجيوس، فينا ريليجيوس، فينا ريليجن، ريليجن دين، دين يعني ريليجن، ريليجيوس ديني تطلع بره. It is a direct threat to the security of all citizens and to stability in Egypt. يبقى كده عندي بي وعندي سي. طيب يبقى احنا بنقول الارهاب هو عدو متوحش الذي يعرف نو بوردر، يعني ما يعرفش حدود. طب احنا عايزين الذي، الذي يعني ذات. طب يبقى ايه دي مش نافع، يبقى ذات نوز نو بوردر. طيب يعني كده الإجابة رقم ايه؟ رقم بي. ذات نوز نو بوردر. نيجي بعد كده الترجمة اللي بعدها. بيقول لي also the economic development enjoyed by African countries. In spite of the economic development enjoy, despite the economic development enjoy, despite the economic development enjoy. طيب. بيقول لي بقى ايه؟ although the economic development enjoyed by، بالرغم من ان التنمية الاقتصادية enjoyed تتمتع by many African countries while the last
if the last decade many of them are still characterized by widespread poverty and inequality. طيب في هنا inequality عدم المساواة, inequality inequality equality. طيب ويقول لك عدم المساواة يبقى equality تطلع بره, يبقى عندي A و B و C. شوف تاني, although the economic development economic development enjoyed by many African countries, although في هنا although وفي هنا in spite of وفي هنا despite the economic development, the economic development enjoyed by, فينا باي بواسطة, باي يشتري, باي بواسط, يبقى باي يشتري تطلع بر, يبقى فاضل عندي A وعندي C, عندي A وعندي C. طيب باي ميني افريكان ميني افريكان كانتريز, في هنا وايل وفي هنا دورينج. وايل ما بيجيش بعدها اسم, اللي بيجي بعدها اسم دورينج, يبقى رقم A تطلع بره, يبقى رقم C الإجابة الصحيحة. وبكده نكون خلصنا الامتحان رقم 15, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.